انت عباره عن شنو؟ انتيري ديزاينر مميز. مغشش. انت مميز. ليش؟ انا اقول لك ليش. قول لي صوتي عيب. وانا اكمل. تصمم انواع من الستايل. انا بصمم انواع من الستايل. حتى يا حال قاعد تصمم. صح. لا خالص. رايح في البيت. اوكي
هي بقعد كتير جدا يعني فاهم، ممكن اقعد وقت طويل قوي ما بعملش ولا شيء. لا انت بتعمل ولا حاجه. انا متامل منك يعني. لا لا ممكن اطبخ. ممكن لا 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 ممكن اطبخ انت فاهم قصدي، ممكن اعمل اكل معين حتى لو حاجه بسيطه جدا. لازم؟ لا لا مش لازم. شو تطبخ طيب؟ يمكن نلاقي موضوع الكافيه طيب. لا 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 اصل في موضوع حد بيقول ان انت ان هو بيطبخ بتلاقي بعديها بقى اسامي اكل غريبه، اسامي كتير مصطلحات كتير. فانا شو الطبق اللي انت السوبر ستار فيه؟ كتير. قول لي واحد كتير. البيض بالبسطرمه. والله انا بحب البيض بالبسطرمه. شوف حلو. ايه تاني؟ بس بس هيك خلاص انتهت؟ لا يلا مع السلامه. لا يا باشا انا مش هسيبك في حاجه. ماشي اسال انا ما عندي يعني انا كابتن النظام مفيش اي تكتيك. ماشي يعني انت اسال عشان بس ما تفهمني غلط. يعني انت دلوقتي مثلا انت شو اهتماماتك؟ يعني انت بتهتم بايه؟ بس في ناس بتقول لك انا بهتم بالسبورت، انا بهتم بالرياضه، بالتاريخ، بقرا كتب، بعمل كذا. انا مش عم اقترح لك انت تقول ايه. انا فاهمك. انا بس عاوز اعرف انت اهتماماتك، انت اللي بيسليك. خلينا بص اللي بيسليني انا بدور في حاجات كتيره جدا ومختلفه عن بعض، يعني ممكن تلاقيني مثلا شويه مثلا متابع سياسه، شويه بقرا كتب ومتابع مثلا الحيوانات وطريقتهم انت فاهم قصدي؟ والحياه عموما شويه تلاقيني مثلا بقرا في الفيزياء في العلوم ففي حاجات مختلفه جدا ممكن اعملها في وقت معين، فدي ممكن اشوف حاجه كده ازهق منها بروح حاجه ثانيه. اوكي. بس مفيش حاجه معينه مثلا بركز عليها وقت طويل قوي يعني فاهم قصدي؟ لا في شغلات. انا هو تحب شيء طيارات حربيه؟ انا بحب الطيارات الحربيه جدا. طب ما تتكلم انت مستنيه يغششك. لا 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 الفكره ان قبل ما ادخل فنون تطبيقيه كنت رايح اقدم في الطيران الحربي. والله خدوك طبعا عشان طول. لا لا مش موضوع طول، لا في حاجه غريبه حصلت جدا على فكره. انا اشتريت الملف وانت عارف طبعا التقديم في مصر كده تشتري ملف وبتهيئ نفسك وتروح مثلا تتدرب شويه في اكاديميه ما. عملت كل الكلام ده كله. يوم التقديم ما تفهمش في حاجه غريبه حصلت، المهم اني اتقفلت من الموضوع وما كملتش. تخيل اسمع انك بتحب الموضوع جدا جدا. لحد دلوقتي ما مش عارف اتقفلت من الموضوع ازاي او في حاجه حصلت انا مش متذكرها قوي بس الموضوع واقف يعني انت فاهم قصدي؟ يعني انت نفسيا انت واقف ولا ظروف؟ يعني ممكن تقول كان الحاجات اللي باينه قدامي ان مش هينفع هياخد وقت كبير جدا، عارف انت اللي هو محتاج واسطه مش عارف ايه، فحسيت ان هو بالظبط يعني انت حابب الحاجه وعايز تدخلها يعني حاسس ان انت 2009 2009 تقريبا او 2008 او اخر 2008 كده فاكر تقريبا حتى توليد كام؟ 91 الرقم ده الناس كلها بتستفيد منه. ليش؟ ما بيبانش عليا ان انا مواليد 91، بيبان اكبر. اكبر؟ انا كان دايما لا لا كنت فاكر هتقول لي انا شكلي 16 سنه و قليل قوي على فكره اللي بيلاحظ حاجه زي كده، بس اغلب الناس تقول لي 34 35 ده لهم ضربين ارقام. لا مش دعوه غريبه. لا والله بجد. هلا في واحده انا اعرفها شافت البودكاست الماضي اللي هو نمبر 1 بيني وبين احمد وقالت عليك مزز. اوف شفت هو مصر يودي. لا انا مش مصر يودي شغله، انا بس بقول له في جاك كومنت اذا بقول لك اعطيك الكونتاكت بعد الشوتنج. طب خلاص انت ممكن تنزل بدل ما تروح الجبريه بتروح حوالي معاه هديها من ارمل. المهم يلا عشان تروحوا نفس المشوار توفروا بنزين سياره. صحيح. طيب يا عم محمد انت هيك دخلت لي على طول للجامعه، انت كنت تعرف المدرسه؟ كنت بعرف بلاوي. بلاوي؟ ايوه انا عارف بلاوي. انا بحبك عشان بلاوي. انت تخرجت وبشتغل و لا لا لا
طبعا وعندي المدرسه دي انت عارف خليه لك طبعا انت عارف الشله تبقى في شله معينه كده في كل مدرسه او في كل فصل يعني معروفه انت طبعا انت كنت في مصر قعدت في مصر انت فتره كبيره جدا مش كبيره جدا يا جماعه هم كلهم 5 سنين كرهت حياتي عليهم كرهت حياتك عليهم تخيل بقى انا قاعد 50 سنه فيها لا كانت مرحله رهيبه كنا نعمل بلاوي هتقول لي ايه البلاوي بقى وكده لا يعني ايوه ما ينفعش انا زي الركله ما ينفعش لا ما كنتش انا من الطلبه اللي هم فاهم ملتزمين وكده وبتاع لا كنا بنسيب المدرسه كنت من اي نوع من اي نوع اي نوع يعني انت ممكن كنت تقول لي في دماغي غير انا دماغي راحت لبعيد انت عارفني اي نوع عارف النوع اللي بيروح لبعيد بص هو مصر ساكت لا ما تسيبوش ساكت يعني ما ينفعش لا كمل خلينا نقول لك حاجه لا خلينا هدب لك الموضوع شويه انت هلا جيت على كويتس كم؟ 2016 شهر فبراير 2016 شهر فبراير ساعتها انا كنت سنين المهم انا ليدن بس اوكي اما اجيت من اول ما اجيت انت كنت طبعا متعلم شيء اشتغلت بمصر والنتيجه؟ ما طولتش انا طبعا غششت 7 شهور اوكي شو حسيت الفرق بين اللي انت درسته تمام طب تقبل الطباع المصريه والحياه المصريه والاسلوب هاي واللي هون خصوصا انت موستلي ركزت حياتك على الانتيريور صح؟ كمل اوكي انا بقول لك شو الديفرنس اللي حسيته بالمنتاليتيز وقت كمز تو ديزاين يعني بالعاليات في التصميم كويت عن مصر بص انا طبعا يعني 2014 خلصت الجيش قعدت كام شهر كده في 2015 في مصر فطبعا خلصت الجامعه 2013 ودخلت الجيش 2014 فان انت تخرج 2015 وتبدا ان انت تشوف ما لحقتش مش هيك قصدي انا احتاج بالجامعه انت بالجامعه درسته واحد كلها دراسه نظري ما انت عارف يعني اغلب الكليات بتبقى دراستها دراسه نظري ممكن تكون الكليه فنون تطبيقيه فيها جزء شويه عملي فاهمنا؟ تمام طيب انت هلا لان انت احبطتك احمد دخل ايوه انا حاسس ان انا والله كفايه شباب لا شباب مش كفايات مش كفايات احنا لسه ما بلشنا انا بدخل بحكي مع الناس بالساعتين بعد الغيب بتطلع لخصت لي حياتك انت طلعت انسان بسيط طيب شو عم لا هتيجي شويه كده يلا كمل حكي يلا شكرا يو ار ذا فلافر فانت المفروض ما حد يدري شو يعني لا ما راح احط لينك تحت الفيديو لينك على ويكيبيديا تعريف لا 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 على الفيديو تعمل كده بصبعك اللي هو اللينك اللي بيظهر فيه هيظهر على اي جوانب من شكلك وفعلا الفلافرز بيستخدموا صباع انا بوضحت ازاي انت مثلا كانتيريور ديزاينر ايه تمام انا قصدي يعني انت شو اسطوان بالواقع لما جيت هون فجأة طبعا في مصر كنت عارف مصر شو بعرفك عن ما هو انا هقول لك اول حاجة على فكرة أول ما جيت الكويت أنا كنت جاي كارت زيارة الله تمام وكنت في والشركة اللي أنا كنت فيها هلا بيطلع أوراقه غير رسمية لا لا وزارة الداخلية لا أنت عارف إن أي حد بيجي أول تبقى موظف أو كده بتعمل لك تيست يعني هل هينفع معاك في الشركة أو لا فاهم قصدي؟ فأنا كنت جاي شهر في الأول وبعد كده ما توفقتش يعني الامور ما مشيتش تمام معايا بسبب ان ما كانش عندي اي خلفيه عن اي حاجه خد بالك انت فاهم قصدي يعني يعتبر انا لسه متخرج من الجامعه تمام جيت هنا الكويت يعني تقريبا بس اللي انا درسته شويه الحاجات اللي انا درستهم انما سوفت وير وستايل الكويت واسلوب الحياه في الكويت وكده زيرو طبعا مفيش ما هذا كان سؤالي الجاي اول شهر على فكره ما توفقتش تماما ومشيت وساعتها انا كنت مصدوم جدا انا ما كنتش متوقع ان ده اللي يتم طيب شو الفرق حسيته طيب انت كشخص انا صعب احكم الموضوع هذا انا مولود بالكويت انت كشخص عايش ومتربي في مصر
وين وصل؟ خليت لك الجيزة. جيزة 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 عارف عارف تجنيد تجنيد تجنيد. طيب انت كشخص كان عايش في الجيزة جيت على الكويت شو خلينا نحكي الاصطدام الثقافي اللي انت حسيته غير اللهجة؟ انت طبعا في ناس كتير بتقول اللهجة خصوصا اللي بيجوا فريش. لا شو غير اللهجة اللي انت لاحظته سواء باللايف ستايل المباني الكوميوتينج؟ اكيد انتوا لاحظت انخفاض المواصلات العامة هون عن هنيك. اعطيني شوية بص اعطيني شوية يعني اي حاجة اي حاجة هزة. لا لا بص انا عجبني جدا جدا الخصوصية هنا يعني تحس كده ان كل واحد فاهم اوكي انت فاهم قصدي كله مركز في الشغل سواء بقى المصريين او اي جنسيات تانية تحس ان كل واحد فعلا يعني مركز في اللي هو بيعمله. فدي كانت اكتر حاجة لفت نظري اللي هو فعلا تحس كده كل واحد في حاله. دي كانت بالنسبة لي حلوة جدا فاهم قصدي النظام حسيت ان في شوية نظام يعني اي نعم هو روتين وبعد كده بتزهق وتروح في 60 دقيقة بس كان في الاول اللي هو لا ده بالتمام اوكي عشان ممكن يكون شخص عملي شوية يعني بحب الشغل جدا بحب الشغل جدا حتة ان تبقى يبقى الجو اللي حواليك كله مثلا بالنظام او الدنيا مترتبه او كده ده بيريحني. نايس. فاهم قصدي؟ بس طبعا في نفس الوقت علشان ما تملش يعني اكيد هتحس بملل فالدنيا لازم تبقى كده في حاجه. انا زيك على النقطه هاي، انت شو بتعمل؟ شوف يا شباب برضه مصر على فكره ما تسالنيش الاسئله ليه؟ لان انا حاجات مهمه. معلش يعني احنا قاعدين نلعب مع بعض تمام؟ انت ما عندك شغل بكره مثلا تزهق تعمل ايه؟ برضه مصر على تزهق تعمل ايه؟ تمام. بالراحة. ما تعمل الشغل. تريح دماغك. ايوه ما تعمل الشغل. لا لا في اوقات بنزل اتمشى. تنزل تتمشى؟ اوقات كتير قوي هي حاجات غريبة يعني ممكن تكون هي حاجات طبيعية بس انت مش عارف تستغرب ليه. لعبت اي رياضة؟ كنت بروح الجيم. اوكي. شوية رياضات في بعض. لعبت الكونغ فو فترة. اوه مارشال ارتس تعالى تتفرج على ايه مارشال ارتس؟ لا طبعا تتفرج على كورة؟ لا ما بحبش الكورة بحب الكورة لا لا الماتشات الأوروبية يعني لو جاء واحد وداي بالصدفة ممكن اتفرج عليه انما غير كده ما بحبش الكورة. اوكي إذا ما بتحبش كرة القدم أنا معك اوكي هي هيك شوف إذا أنت بتحب كرة القدم مش هتكون زينا كويس. لا لا هذا تبع الدميز شايف الموضوع اوفر قوي يعني مكبرين الموضوع جدا. احمد بتحب كرة القدم؟ لا شايف؟ اكيد راح كرة القدم ايوه شفت اللي هو قالها مملة جدا واخدة بس شاشة خضراء وكرتين 20 اهبل بيركضوا ورا كرة اكزاكتلي ايوه الرجالة القدامى الله يرحمها لسه شايفها من كام يوم بتقول لك يعني كله كذا واحد بيجروا ورا الكوره، طب ليه كل واحد ما يجيبلوش كوره؟ يعني كل واحد ليه؟ كل واحد يجيب له كوره. انا بالنسبه لي لو بدك تعمل كره قدم هيك فعلا اعطي كل واحد كوره وشوف مين هيشوطها اقوى. بالظبط يعني انا شايف الورده بجد يعني هتقرب رجوليه اكتر اما هي نفس الولد الصغار بيجروا ورا ماوس ولا شيء او تشيكنز ولا شيء. انا مش شايف اي تقديم يعني في يعني ما لهاش اي تاثير. تسال اي حد انت بتشجع كره القدم ليه؟ بيتفرجوا بس. طب وبعدين؟ ايوه يلا اعطينا الهيت هلا تلاقي جماعتك تبع الاهلي والزمالك بيعملوا ريبورتات على لا 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 ما بص يعني عادي هو كل واحد ليه رايه يعني بس لا مش كل واحد ليه رايه ما تخليك سياسي ما بين سياسي احنا هون الصرخ احنا شوي واحد عمل لي بلوك من على يوتيوب واحد عمل لي كذا لا لا وهتلاقي بيخبط انا مش عارف انا ايه وانا الحته دي بس علي انا انا برجع في كلامي انا بحب كره القدم جدا انا بشرب الهيت علي انا ما تخاف ما تقلقش طيب حاج محمد حاليا استغليت ليش بلا ايه بلا ايه عارف انت اللي هو لا المزيكا خفيفه بس طول بالك لسه الصرخ جاي الصرخ جاي انت بتفاجئنا لسه فاجئ عشان هيك قلت لك عملت بشركه بعدين فجاه استغليت تمام اعطيني من غير طبعا ما تسمي
توصف عشان في ناس لو وصفتهم على طول يعني في ريفليكشن بيبان. من غير ما تسمي ومن غير ما توصف شو احساسك انت لما كنت عم تشتغل تحت حدا وشو احساسك لما انت كنت يور اون بوس يعني انت مدير نفسك تختار المشاريع اللي بتريحك او تشتغل عليها. بعرف ان في ستراجل ناقشنا على الموضوع هذا سابقا بس انت شو تطمح انه يكون وضعك حاليا بس انت استابلش يور اون بزنس؟ طبعا حط لك في الفيديو تحت لينك على يوتيوب خلي يجي لك كليكات. صح نسيت احط لك البيج تبعك سؤال جديد خلاص انت لسه عندك ايبسود نمبر 2 وهلا الايبسود هاي انت خلاص صرت ريجلر انا حجيب لك كرسي وتصير كو هوست حلو بس فشو انت وضعك مع او تفكيرك او طموحك واستقلاليتك يعني انت دلوقتي انا عاوز اعرف انت كيف متخيل ان انت حتمشي امورك خلينا نقول بالظروف المثاليه لو كل حاجه مشيت زي ما انت عاوز انت وين بدك توصل وشو وايه هي الاهداف اللي بدها تحركك عشان في ناس انا لسه بحكي معهم يجي يقول لي مش هقول لك خليني اسمع اجابتك عشان طلعت اجابتك زي لهم السؤال كان طويل جدا انت كيف بدك تمشي امورك بالاستقلاليه شو الهدف الجميل اللي انت شايفه باستقلاليتك حاليا كاركتكت كديزاينر كارتست تمام انت عاوز ايه من الموضوع هذا لما تكون انت مستقل مش تابع لحدا او عم تنفذ اوردر وتاخذ اوردر اخر شهر وتنام متاخر لا بص هو طبعا الاستقلاليه يعني وناس كثيره تتفق معايا في الموضوع ده انت بتبقى مبسوط جدا يعني فاهمني هي طبعا بتختلف من شخص لشخص بعيدا انا مش عاوزك مبسوط ولا لا 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 في ناس انا مجبالك من الاول اوكي مجبالك من الاول انت اسئلتك صعبه انا اسئلتي صعبه ماشي بص يا سيدي انت ممكن تتفاجئ من اللي انا هقوله بس الانتيريور او الهندسه عموما مش بفكر فيها 100% انت فاهم قصدي يعني انا دايما ايه لك هو هدفك هذا الكلام انا وهو كنا بنتكلم عن الاركتكتشر بعدين فجاه اتكلمنا عن الديناصورات بالظبط الله شفت وصلت ليه انت كيف بتوصل للبط لا انت مش فيومي لا مش فيومي فهمني ممكن تعتبرها كده اللي هو الشغل يعني شغل بيدي لك برضو وضع كويس وبتحقق بيه حاجات ممكن توصلك لانك تقدر تعمل حاجات تانية فانا في دماغي حاجات كتيرة جدا غير الهندسة وغير الانتيريور انت فاهم قصدي في يعني طول الوقت بفكر في مشاريع كتيرة جدا اعطينا شغلة انت بتعملها دلوقتي انت بدأت تنجح دلوقتي بشغلك هتاخد مشروع هتوقع مشروع قريب هتعمل كذا مشروع سواء معي او مع احمد او مع نفسك هيبدا يكون الانكم عندك اكبر واكبر فانا بدي اياك توصف لي تخيلك للبزنس تبعك كيف بده يصير او شو يعني مثلا انا دلوقتي بدي اعمل انتيريور ديزاين بدي اجي لمحمد انا لازم اتخيل او لازم اشوف وضعيه محمد شو هو محمد اذا شايف صور احنا كنا بنحكي من فتره في ناس على طول بتنزل سينز وترندر وتحط عندها الصفحه ككلاينت ما بيعرف انه هذا الشيء كوبيت او الشيء هذا فعلى اي اساس انت على اي اساس الناس بدها تجي لك او ليه بدها الناس بدها تجي لك بالاضافه ل انت كيف شايف البزنس تبعك مش راحتك الشخصيه راحتك الشخصيه اوكي جميله بس خليني اتكلم انا ككلاينت ما بتهمني راحتك الشخصيه انا يهمني شغلك فانا بدي اياك توصف لي البزنس تبعك انت كيف متصور انه هو يكون سؤال بسيط؟ لا سؤال بسيط بس انت سألت الأسئلة دي؟ ايه؟ سألت الأسئلة دي خالص انت ما سألت الأسئلة التانية خالص دي؟ لا ما هو انت مش راضي تتجاوب معي شو بدي اعمل لك؟ بقول لك شو حياتك؟ عطتني حياتك في 3 دقايق قدام الماركة حلوة انا نزلت معه من هو عمره 6 سنين من ايام ما كان بيلعب بالديناصورات وبيلعب في لا يعني احداث كتيرة جدا يعني هنحكي ايه ولا ايام مش صغير دي احداث كتيرة قوي يعني كتير جدا فهم حد ماسك لك الساعه واحد الاشياء المين المين يعني الاشياء اللي كانت بيفيتال بيفيتال حياتك طب كفايه انا
طيب لا طبعا يعني انا بطمح ان البيزنس بتاعي طبعا واخد وضعه. اوكي بس ليه واخد وضعه؟ وصف لي البيزنس بتاعه ايه هو ليه؟ انا بدي اجي محمد خسر كل زباينه. استنى بس هو انت الحاجه نوع ايه؟ احنا مش جايين مش بيزنس طبعا يعني مش جاهزين ان احنا نتكلم في بيزنس. انا مش عاوز اجهزك هو هي انا عاوزك على طبيعتك تطلعها طبيعي. انا اقدر اجاوبك على بيزنس. ايوه هو العظيم انت عباره عن شنو؟ انتيريور ديزاينر مميز. خلينا في يعني لا لا خلينا بره مش عارف يعني كان البيزنس ممكن نخلي زي ما احنا كنا بنتكلم نخلي الكلام مش لازم في البيزنس يعني ليه بقى شنو خاش الموضوع ده حاسس عنه بزنس سايد مو لا لا مش كده خالص لا استنى شويه بقى انا تعبت والله بجد لا لا استنى شويه يلا تعبت very funny. المهم يعني اذا تغدينا بمطعم والله حلو. شو المطعم؟ مطعم هندي شو اسمه؟ اسمه كومار. كومار. كومار نار راح حلو. حلو برياني كذي. المهم. بقول لك هندي برياني. برياني. برياني انا برياني. خلاص لا رحنا المارينا شربنا شاي. المارينا؟ استنى انت اخذت البرياني فين؟ كومار. كومار. وبعد كده راح شرب الشاي. كومار عامل لك كومار. عشان هيك عشان كده الليديز بتفايد لما بيسمع البيتش اكسنت. كومار راجو عملوا كومار. بس. اي دونت جيت فايد. انا شو اسمه؟ مارينا. شرب كنا على اساس نروح سالمية نشرب شاي. بس قلت ليش ما سالمية؟ مارينا. اشمعنى؟ مارينا في السالمية. شنو تفضل اكثر؟ يعني كانتيريو ديزاين مثلا شاليهات او بيوت؟ اكيد لا والله
والله بص انا بالنسبه لي اي حاجه تخليك تبدا فيها اكتر وتطلع فيها افكار اكتر بشتغل يعني بفضلها. كان يعني البيوت برضو فيها حاجات مميزه تقدر انت تبدا فيها وتطلع فيها شغل كويس. صحيح. الشاليهات برضو فيها جزء مميز تقدر تبدا فيه وتطلع شغل كويس. كده تشوف البحر اكيد بالظبط. والبيوت برضو يعني فيها حاجات مميزه. بعد التكنيكال ايرور اللي حصل بسبب انك قلت كلام خارج عن القانون. شنو اللي كان الكلام خارج عن القانون؟ أيه. ما انا عايز اعرف على فكره. لا حصل مفيش الكاميرا بس عشان هي كاميرا صديقي حطها لي هيك عشان عنده كاميرات كثير وهي ارخص وحده عنده بحوطها. تفصل كل يا جماعه يقدر ينضرب تفصل كل 30 دقيقه. احنا كثير بروفيشنال لدرجه انه كاميراتنا بتفصل كل 30 دقيقه او السيتنج تبعنا بدل ما اجيب ثلاث ميكروفونات عشان اوفر جايب ميكروفون وفاتح عليه الفلتر عشان ياخد كل الدنيا. طيب احنا الاثنين ايه؟ انا اللي عمال اتكلم. انا اللي مزنوق هو ما اتكلمش. لا هو ما بيغششك. هو بيجاوب لك اسئلتك. المهم تعال معي شويه تعال معي شويه. هلا انت محمد جالك مشروع اعطيتك انا مشروع او اي حدا اعطاك مشروع من كلاينت اعطاك فلور بلان قال لك انا عاوز ايه. انت بلشت تصمم بلشت كل شيء تعمله. محمد صادق قعد قدام جهازه شو بتفكر بتبلش الديزاين؟ هذا رقم واحد. وشو المود اللي انت بتعمله نفسك؟ هل بتشغل الميوزك؟ هل بتطفي الاضواء؟ هل مثلا بتسمع شغله وانت بتشتغل؟ بتبلش ازاي؟ بتعمل سكتش؟ تمام كمل. بس مش عايز اقفله بالاجابه. كمل. هل بتعرف نعمل بيض بالبسطة؟ ايوه مش عايز ما بعملش حاجه. اكمل اعمل اسئله. شو اللي بيجيب لك شو اللي بيلهمك انك تعمل فكره معينه؟ ازاي الفكره بتجيك انت عشان تشتغل؟ طيب بص هو كل مشروع طبعا له متطلباته. يعني انا ما اي مشروع بيجي لي علشان اقدر ان انا اعمل فكره اول حاجه ان انا طبعا بقعد مع العميل بنتكلم. انت عندك طلبات؟ عندي طلبات. عندك الادوات فاتح الجهاز حتبلش كيف الافكار بتجيك؟ شو بتعمل؟ بتحط شغله قدامك بتبص عليها بتعمل سكتش بتتخيل شغله في راسك وبتبصها على الجهاز شو بتعمل؟ بص البدايه بتبقى طبعا افكار يعني في كذا فكره بتيجي في بالي وكل الافكار دي طبعا بطلعها بالسكتشات في الاول. اوكي سكتشات يدويه. سكتشات يدويه وكتير يعني عندك لما تطلع السكتشات انت عمال بتفاجئني طبعا الافكار دي كلها يعني بتطلع على سكتش وسكتشات كتير افكار كتيره جدا متشخبطه يعني شخبطه كتير يعني اهم شيء دي اهم شيء لحد طبعا بتدخل في المود. طبعا انت اصلا ان انت تبتدي المشروع وتدخل في المود ده بتاخد وقت. انا بالنسبه لي انا ده رايي الشخصي بتاخد وقت مني كتير جدا ممكن تاخد يوم كامل ممكن تاخد يومين لحد بس مبدا الفكره تجيلي في المشروع كله او الديزاين هيبقى ماشي ازاي في البيت عموما او القسيمه كلها او الدور كله. ففي كونسبت معين انت اول ما بتوصل ليه خلاص بتبدا بقى مشروعك بتحط سكتشات بتفرج طبعا على صور كتيره جدا اللي هي مشابهه للافكار اللي انا ببقى عايز انفذها في المشروع ده. اوكي. تمام بتجمع يعني بتجمع افكار كتيره جدا تشوف الناس وصلت لايه او الافكار وصلت لايه بعد طبعا ما بتحط انت افكارك يعني انت فاهم قصدي ممكن تلاقي الفكره اللي انت عملتها موجوده. اوصف لي القعده. مش القعده بص القهوه طبعا لازم يبقى الدنيا بالنسبه لي تبقى الدنيا هاديه جدا مفيش دوشه كتير لو هشغل ميوزك ايوه مزيكا فقط يعني. شو بتسمع؟ انواع كتير يعني انت ممكن تلاقيني مره واحده بسمع شعبي مصري الله انت متخيل اللي بعدها ممكن انجليش اوكي اللي بعدها ممكن عربي يعني انت فاهمني ممكن هو الحين شنو قاعد بيسمع الشيرات يعني امينيم يا قوي فانا بقول لك الموضوع متقلب معايا شويه متقلب
كبيره كمتقلبين. نرجع تاني للموضوع المتقلب. بس لحد ما بتدخل في مود الشغل. انا بالنسبه لي علشان زي ما قلت لك ممكن اقعد فتره يعني ممكن اقعد يوم او يومين قبل ما ابدا ان اعمل ديزاين اصلا. تمام؟ بحاول ما ادخل نفسي في المود على قد ما بقدر ان انا بس ابتدي المشروع. اول ما ببتدي المشروع خلاص حطيت كل الافكار والمتطلبات اللي معايا خلاص ببدا بقى ان انا يبقى في حواليا مثلا هحط مثلا سماعه في ودني افصل عن الجو المحيط بالنسبه لي وافضل شغال. انا بفضل شغال لوقت كبير جدا ممكن اوصل 6 ساعات متواصل. 6 ساعات 5 ساعات من غير ما اتحرك من مكاني. انت فاهم قصدي؟ بس طبعا بقى انت عايز بقى القعده ولا مراحل الشغل؟ انا بهمني القعده. طيب خلاص بقى قعدنا بقى 6 ساعات خلاص يعني ما هم بقى لو هم اكل اعمل حاجه. اوكي اوكي طيب انت هلا وانت قاعد هو ده ايه؟ انت مش شايفه؟ هو كل الناس اللي شايفينه انا حاطه قلت لك عشان يعمل ايه؟ عشان اغششك. طيب فلافر بس انت يا ابني مش هقول له كده تاني عشان ما يقولش كده احنا مش هنجيبه من الحته دي تاني عشان انت تسلك. طيب تمام كمل. ما انت محتاج حد يسالكك يعني. لا لا اصل اول مره اعمل حاجه زي كده. ف ما هو ما فيش حاجه زي كده ما فيش حد في غيري انا وانت واحمد في الغرفه. لا ما فيش بس انا حسيت ان الفوكس كله عليا اتكلم شويه يعني فاهمني عشان زي ما علي اسال سؤال. جو اهيد. اذكر احنا اشتغلنا على مشروع انتيريور ديزاين. زين زين. تتذكر الصاله والديوانيه؟ زين والعلاقه بين الصاله والديوانيه. انت سويت حركه مميزه بالتصميم. البارتيشن اللي بيفصل ما بين الديوانيه وصاله المعيشه. صح. والبيبان. البيبان زين. يعني الباب والهاندل اللي سويته بحركه معينه. تذكر؟ شنو السبب ليش انه مثلا الصاله كذي كانت الديوانيه كانت مختلفه؟ ما هو زي ما بقول لك زي ما قلت في الاول هو انت بتلاقي نفسك كونسبت معين او حاجه عايز تميز بيها البيت ده. تمام؟ وده اللي بحاول اوصله على قد ما اقدر ان انا كل مكان او كل بيت يبقى مميز بشيء. فاهم قصدي؟ فكان الشكل في الباب ان انا واخد شكل الكيرف بس يعني نص قرش. قرش بس واحد. وعامله في الباب ودامج معاه المقبض بتاع الباب. صح كده ولا؟ صح كده؟ انت بتسالني انا ولا؟ لا طبعا كان معايا في المشروع. هو انت ليش سويت كذي؟ تتذكر ان الديوانيه وكان رجالي وصاله كانت حقي معاك الاهل. ما اهلين ورجالي بالظبط يعني هو كل مكان طبعا بياخد الطابع بتاعه يعني الديوانيه انت خلاص انت هتستقبل الديوانيه. انت استخدمت الخطوط الشعر. الخطوط الشعر والله بيشرح احسن مني بكتير عشان كده بقول لك. ما هو شرح عشان كده بقول لك هو بيشرح. شغلك ولا شغله؟ لما سويت البيت يعني سويت في جزء في الديوانيه طبعا استخدمت الخطوط المستقيمه بحيث ان هي بتتناسب مع الرجال اكتر. تمام. اعتمدت على حاجات ان الشباب او الرجال اللي قاعدين ما بيركزوش قوي في الحوائط وفي الاسقف وفي الاماكن دي فكان بالنسبه لي ان تبقى الدنيا اهدى شويه وفي حاجه واحده بس فقط مميزه اللي الحيطه كانت حجر و عباره عن خطوط حاده. حيطه حجر وخطوط حاده. بالظبط. فكنت بحاول اقلل يعني في الجزء بتاع الرجالي. انت بتحتاج كام حاجه كده بس مميزين لان طبعا يعني ما بيركزوش قوي زي السيدات. بالنسبه للسيدات اخترت طبعا الخطوط اللي فيها كيرف. فاهم قصدي؟ فاهم. من غير ما تبان كده. انا قلت شيء ما قال شيء. صح. انا ما قال شيء. باينه فعليا. تمام. طبعا استخدمت الخطوط اللي فيها كيرف في السقف وفي الابواب. شكل الفرش نفسه صح. كان انسيابي غير الفرش في الديوانيه كان برضه حد الخطوط حاده. الكنب كان مرفوع عن الارض بس بنفس الوقت متناسق. بس بنفس الوقت متناسق يعني الالوان طبعا حسك المانجر ايه؟
انا بقول لك هو والله ما شاء الله عليه يعني كان لاحظ حاجات في الـ في الـ في الديزاين وقت ما كنت بفكر فيها انما دلوقتي انت عامل ديزاين لا لا ما دلوقتي انت خلاص المشروع خلص بتاخد مشروع بعده فالديزاينات كلها بتدخل في مصاري صح انت مش انما هو المشروع عشان كده احمد فاكره كويس هو ده المشروع اللي اشتغلت فيه بالظبط ده الوحيد لحد دلوقتي اللي احنا اشتغلنا عليه مع بعض فهو كان مركز جدا في التصميم وانا كنت برضه بشرحه وبقدم المشروع بس بعد كده عملت كذا مشروع فكان في كذا فكره بس كان كل المشروع هو كان يتعب بس احنا اشتغلنا كتيم يعني شو كويس جدا جدا وتنافسنا كل شيء كان ممتاز طبعا من الاوقات القليله جدا ان انا ارتاح مع حد في الشغل شايف زمان احط بقى لا 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 انا دايما بحب اشتغل لوحدي اغلب الاوقات بشتغل مع حد انما ما اشتغلت مع احمد لا يعني كانت تجربه كويسه جدا واتبسطت منها وان شاء الله ضحكني والله ما ادري شنو صار ما في نتيجه واحد جو اهيد كنا قاعدين كان طبعا هو ما شاء الله انتيري ديزاينر وانا اركتكت يعني اوكي عندي فكره بالانتيري ديزاين بس مو كثر حق الفيلا اوكي زين كان قلت له محمد يعني لما تخلص ال 3ديات دز لي اياهم عشان يكتب لي ملاحظات قال اذا ملاحظاتك صح راح اسوي تعديلات قال لي اذا ملاحظاتك صح راح اسوي لك حد قوي مغرور هو رجع يقول انا والله شغلي مش شعار ان هو اللي زي كده واضح في البدايه وجاي يصلح هلا لا 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 الفكره بالنسبه لي شرحت احمد قوي الفكره بالنسبه لي ان انا ببقى تعبان على التصميم جدا ببقى فكرت طلعت كذا سكتش فكل مثلا الافكار اللي احمد بيفكر فيها او اي حد تاني يحاول يكلمني فيها ما تسمعش لا مش مهمنيش لا 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 انا بحب اسمع كويس جدا تمام وزي ما قلت لاحمد لا 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 قلت له لو الافكار بتاعتك والملاحظات بتاعتك انا ما اخدتش بالي منها وما طلعتش كويس واللي انت بتقوله هيطلع كويس اكيد هنعمله انما لو انا قلت حاجه ومش مظبوطه مش هعملها صريح بس عشان ننجز يعني بننجز بس مش اكتر انت فاهم قصدي بس لا انا باخد اراء ناس كتير جدا طول الوقت اذا انا قلت لك قبل كده بقيت شكلي بشوف لا 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 زي ما قلت لك قبل كده انا بحب طول الوقت ان انا اشوف اراء اللي حواليا اهم حاجه انك تشوف صحيح احنا لو دخلنا في السكه دي والله ما هنطلع منها انا عاوز ادخل لا 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 تمام ايه تاني؟ حوالي معلش انت تنفذ ذمتك في حوالي في يعني يعني الساعه اذا عندك حاجه في حوالي ما مليان انت اتصل بيا والله اعطيك انا وين اتصل بيك؟ والله يكلمني مش قادر استحمل اوكي ما رديت عليه؟ لا ما رديت عليه بعد التاكسي هم كانوا من بعيد اوكي انا حاختصر معاك المره بس انت لازم ترجع لي انت وصديقك تبع ذا هانج اوفر عبد الرحمن انا زعلان انا كنت بس انا زعلان جدا انا مش عارف انا كنت عاوزه اجيبه واقعد هناك على الطاوله هون يربع لا لا ونعمل البودكاست ضيفك ويعمل بودا ده مش ده رهيب ده انا عارف حبيبي جدا انا اتفاجئنا النهارده ان هو جاله شغل وقت مسائي يعني هيبدا الساعه 10 انت فاهم قصدي؟ لان شغله في الافينوس فكل التصاريح كل التصاريح اللي هو عشان فكلها هو انت عارف مهندس شو مهندس معماري هو عشان ما تعرفش الا لا لا لازم تقعد معاه عبد الرحمن معماري خليه يجيبه لا ما انا بقول لك انا على فكره عنده هون احنا كنا مرتبين كل شيء قعدوا على الطاوله واحط وراه الصوره تبع زاك ونشوف لا لا رهيب ان شاء الله هتشوفه طيب انا ما حضرت عليك اكثر انا قبل ما اقول لا حضرت عليك اكثر طول بالك كان ولد في الاول صح؟ طيب فبس هيك لازم نعود شغل عليك. اخ
بعيدا عن الاخطاء اللي تبقى مش لازم مش لازم لا لا انت من بيتك نزلت ويا تساعدك تختار التصميم المناسب لبيتك في كلمه هيك استفزتني قطعه مصريه بالنص نهتم بدراسه التفاصيل لنصمم افضل تصميمات ايوه كتب هتعرف هتعرف ايوه عندك خبره اكثر من 7 سنوات في التصميم السكني تصميم دواليات هذا هو اللي تبغاه تصميم فيري سكسي واضح تقدر تشوف بيتك 3D قبل التنفيذ اوكي تمشي بنصمم افخر حمامات اوكي اهم شيء حمام نختار ويا بعض الخامات المناسبه اوكي هذا بعد اللي صار عليه تصميم غرف الاولاد تلبيس الجهاز المتعبر عن شخصيتهم اوكي نايس منيوز افكار متعدده لمنطقه حمامات السباحه يعطيك احساس براحه نفسيه اهم شيء براحه نفسيه بس من الحلقات الداخليه والملابس الداخليه عشان الاعداد الاعداد والشواء فوق السطح هاي جاي بالجزء على طول نطمن لك التنفير بيتك متوقع بصوره 3D جميل تواصل معنا واسال على عروضنا جميل وين هتعرف؟ وين هتعرف؟ راحت؟ شفت شفت عشان تقول لي يعني مش مرور لا يعني احمد قال لي ملاحظه غيرتها صح انا اتحجج اوكي ما اعرف سكرول داون بس اوكي يعني الصفحه تبعك ماكت جروب ديزاين ماكت ديزاين جروب المفروض تكون لغه انجليزي عليها اعمالك عليها شغلك ما انا قلت لك الفكره كلها كان نفس الكومنت اللي اعطيته لاحمد انك ما تركب 1000 صوره عشان تبين صوره واحده وبالنسبه لاحمد عملها لا استنى هوقف هنا شفت لما انت قلت لي كده عملت الكلام ولا لا؟ عملته يا باشا طيب يعني اه بس انا بقول لك لاحظاتي كانت صح وشايف انه في ريوس في شايف في تقدم بس شو اسمه اول ستوري اول ستوري راح تشوف شيء بس اشتغلنا عليه مع بعض الله الغرفة كثير بتجنن اي حدا يلا تعال خذ اسئلة زباين عارفين من افضل الاماكن اللي بحب اشتغل فيها غرفة النوم؟ كلنا لا لا مش عشان لا بعتبرها يعني غرفة النوم دي افضل يعني ممكن العميل ارجح له ان هو ما يصممش مثلا صالة او حاجة بس يصمم غرفة النوم يعني ده المكان اللي انت بترتاح فيه جدا عندك نوم طويل بتشتغل دوامك مش عارف ايه فبتحب ترجع البيت لا يعني يكون المكان مريح نفسيا الاضاءه اختيار الاقمشه كنت بتلاحظات دي مريح صف مش عايز بعيد شفت برضه التلفزيون بغرفات النوم ولا لا انا بصراحه شخص انا بفضله أنا هو بحب يقعد في البيت اه بالظبط انا لا انا غرفه النوم عندي للنوم وشغله ثانيه بس ما انا شعش بس ف صح يلا انا ما مش عارف على سكرول داون والله على سكرول داون بالسهل بالسهل اي بس اوكي نروح الاكستنت في ديزايناتك الجميلة موجودة أنا عرضت كذا من مشاريعك حتى للكلاينتس وعرض سكيور عقود مستقبلية ممتاز انت ممتاز جوايد حلو اصعد اصعد بس ما اوري شيء اكليك على اللي على اليسار هذه؟ اللي بالوسط هاي؟ اي صالة مع بانتري يا هاي شفتها تقريبا هاي تفتحتها معي بالميتنج دي تقريبا انا اوريدي اوريدي حكوني على الموضوع اكثر من مره بس ف يو اوريدي سكيور دون لايك الشغل كله نايس بروفيشنال انا ما حرفتي فيه لان انا اكثر اركتكت جنرال ديزاين ما بدخل كثير على الانتيريورز بعمل انتيريورز مرات تطلع تعيسه مرات تطلع جميله ليتس ادمت بس اللي بده انتيريور بروفيشنال
ماكت جروب ديزاين، ماكت ديزاين جروب مفروض يتغير اسم بعدين في المستقبل، بس حاليا في المستقبل حاليا خليه ماكت جروب ديزاينز. على فكره هيتغير في المستقبل ماكت جروب فقط بالظبط افضل، لان لا في حاجات كثيره جدا وانشطه مختلفه يعني. جود ما فيش اي مشكله. ويا استاذ ماكت بس طب ما سالتنيش ماكت بريت منين مثلا؟ ماكت يعني اصل معلش مش هتكون كل حاجه ما فيهاش كريتيفيتي وهي فيها كريتيفيتي يعني. لا لا على فكره كل حاجه فيها فكره، اي أوكي. اي شيء بجد اللوجو الاسم اختيار الاسم اللوجو شيء اللوجو فيه فكره اللوجو اعطيني اديني. وليش ماكت بالاسلوب هذا مش ماكيت بالاسلوب الحروف لا لا بحاول اللي هو النطق العادي اللي احنا متعودين عليه بالظبط. فاهم قصدي؟ طب ليش ماكت الفكره كلها ان انت زي ما احنا قلنا في الاول انت لما بتطلع فكره بتعملها سكتش. اوكي السكتش ده بعد مرحله السكتش انت بتبدا ان انت تعمل له حاجه مجسم صغير كده جميل. تمام. وبعد كده المجسم الصغير ده بيبدا ان هو يتحقق في الواقع جميل. فالفكره ان هي كلمه ماكت اللي هو من البدايات يعني او النموذج الثلاثي للتصميم نفسه. بيرفكت. اسم يعني حسيت ان هو في صميم شغلنا. تمام. طبعا خفيف يعني he is going to emphasize the process of design. اوكي I got it. بس انا اتصدمت بس انه كل شيء اساله كيف بتعمل هيك عادي دلوقتي مش فيه مفيش شو بتحب تعمل على كل في البيت فلا يطلع اسم الاسم بس تبع البزنس اللي هو كونسبت صدمني بوم. لا لا المره اللي جايه طبعا لو ينفع لا لا هنظبط الدنيا اكثر نجيب لك فلافر ثاني اثنين وصر انا عايز انت تقعد جنبه المره الجايه اقعد انا وهو قدامك انت وزاك ماشي تمام اسميته زاك حلو جدا زاك جلافناكس طبعا هانج اوفر اوكي سو جود نايت مع السلامه بس فخلينا انت تروح على حوالي ويروح الجبريل على رخص محسن باي باي باي. شو كسرت؟ لا مش حاجه اتكسرت عشان كسرت حاجه هشام. خلاص كده انت قفلت مفيش تسجيل احا. الموضوع جامد جدا وانت بتفاجئني.